قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اليوم الخميس بإجماع الحاضرين وعددهم 25 استبعاد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وما يترتب على ذلك من آثار. كما كلفت العمومية ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح. وشهد الاجتماع كلمة للجزائري دكتور مصطفى وطبعا وهو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والتي أكد من خلالها أن جميع الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الأولمبية صحيحة وأنه لا يوجد شبهة تدخل حكومي. تفاصيل وكواليس معايا الأستاذ شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني مزيد من التفاصيل بقى تشرحها لنا حضرتك، تفضل. طبعا النهاردة كان في اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية. حضرتك عارف إن الجمعية العمومية عندنا أقيمت يوم السبت الماضي، وقررت إنها يبقى الاجتماع ممتد خلاص ولا تغلق الاجتماع لمدة لا تزيد لغاية يوم 20/11 آذر لأخذ القرار النهائي في موضوع سحب الثقة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. اجتمعنا النهاردة الحقيقة لهذا السبب، وكان التصويت بالإجماع زي ما حضرتك قلتي بحضور 25 اتحاد أولمبي من أصل 28 هم قوام اللجنة الأولمبية المصرية، وكلهم صوتوا بالاجماع هي على سحب الثقه. طب خلينا نعرف من حضرتك اسباب سحب الثقه. اسباب سحب الثقه بكل بساطه عشان ما نخشش التفاصيل، لان ممكن يبقى فيها تفاصيل حساسه شويه، انما هي الحكمه غير الرشيده، الطريقه التي كان يدير بها المهندس هشام حطب اللجنه الاولمبيه المصريه ما كانتش ترتقي الحقيقه خلاص، و ما كانش فيها شفافيه كافيه خلاص لباقي اعضاء المجلس، وده عشان كده تم تقديم طلب من 12 عضو من 13 في مجلس اداره بتاريخ 30/12 بطلب سحب الثقه. طبعا القانون واضح في هذا الامر، اذا تم الدعوه لكده باكثر من 50% من مجلس الاداره او الجمعيه العموميه نفسها بأكثر من 25% من أعضائها تطلب طلب مثل هذا، فلا بد من إجراء جمعية عمومية غير عادية في الوقت القانوني طبعا اللي هو في خلال 30 يوم من استلامنا لهذا الطلب، وده اللي تعمل الحقيقة. وإجراء طبيعي، يعني إجراء طبيعي عملناه يوم السبت الماضي. طبعا لما كان بدأنا هذا الاجتماع كان بحضور زي ما حضرتك قلتي الاستاذ مصطفى براف مندوبا عن اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهو رئيس الانوكا اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه، وهو كان مفوض من اللجنه الاولمبيه الدوليه للحضور الى مصر لمده 3 ايام، قعد مع جميع الاطراف سمع كل حاجه، لان الحقيقه الشكوى كان فيها حته يعني صعبه شويه، بتقول ان في تدخل حكومي وان الدوله ضاغطه على الاعضاء اللي اخذت قرارات معينه، وده طبعا غير صحيح. واكدت الحقيقه تقرير الاستاذ مصطفى براف اللي بعته ليه اللجنه الاولمبيه الدوليه، ويمكن قاله هو في الجلسه يوم السبت الماضي. فبالتالي احنا شفنا ان لابد من اخذ يعني اجراء، الحقيقه اديناها له مده يعني ليه ما خدناش القرار يوم السبت الماضي احتراما للجنه الاولمبيه الدوليه عشان يبقى في وقت كافي ان التقرير اللي هيقدمه الاستاذ مصطفى براف لما يرجع يكون في وقت كافي، مش خدنا القرار قبليها، وده اللي حصل الحقيقه. طيب يعني احنا عموما نتمنى كل التوفيق لما كلفته الجمعيه العموميه الاستاذ ياسر ادريس، ونتمنى لكم التوفيق. اشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه، شكرا جزيلا.